في مسألة السادات والفلسطينيين، هل صحيح أن السادات قبيل في يوم التوقيع السلام في موضوع كامب ديفيد، الصفحتين اللي فيهم ذكر لفلسطين أيوة. تم استبعادهم بسبب لا قصة الهتافات اللي كانت قصة موجودة؟ أنا قلتها نقلا عن أسامة الباز. اذكر لي أحد. أسامة الباز قال لك أنا كتبت له، قال له اكتب لي بقى يا أسامة الخطبة اللي هقولها في البيت الأبيض عند التوقيع. بيجن هيتكلم وكارتر هيتكلم وأنا هتكلم. قال له اسمع بقى الفلسطينيين عشان برضو محدش يزايد علينا، اتكلم عن الحقوق الفلسطينية بقوة ودافع عن الحق الفلسطيني بشدة، لأن دي قناعتنا التي لم تتغير. مش معناه إن أنا بوقع على اتفاقية سلام إن أنا تخليت عن حق الشعب الفلسطيني. فأسامة قال لك كتبت له خطبة مثلا 7 صفحات وقال له بص يا أسامة اعملها لي كل فقرة لوحدها، يعني كل صفحة مستقلة بفكرة، فاهم؟ يعني يقدر يغير ويعمل زي معايد في الترتيب. فهو داخل بقى مظاهرات على باب البيت الأبيض، السادات الخائن، داون سادات، داون سادات، كلام من ده كله ضايق. فدخل أسامة الباز يقول لك أنا بسمع الخطاب، أنا كاتبه باللغة الإنجليزية، يقول لك لا لقيت إن في فجوة، في صفحتين راحوا تقريبا. فراح له بعد الخطبة قال له يا سيادة الرئيس ده في حاجة حصلت، الخطاب ضاع منه. قال له يوه، هو فوزي عبد الحافظ ابن الإيه ما بيرتبش الورق سكرتيره، راحوا الصفحتين يا أسامة ما شفتهمش، يا خسارة. طبعا هو ما فاتت الأيام، لا فاتت الأيام وهو قاعد معاه في القناطر، قال له فاكر يا أسامة يوم ما سألتني ده من نقل عن أسامة عن الصفحتين اللي قلت لك راحوا مننا من الخطاب، أنا سقطتهم من على الترابيزة وأنا قاعد، لأن لقيته إنه ما يستحقوش اللي بيقولوا الخاين السادات وأنا بشتغل عشانهم، ومهما اختلفت في وجهة النظر لكن أنا عربي وقومي حارب من أجل فلسطين طول عمره، ما يقوليش كده. قلت لا يستحقوا هذه العبارات النارية الطيبة خلاص. فالواقع صحيح. إيش تفسيرها؟ تفسيرها إنه لم يكن يتوقع إنك أنت بتعامله كده. أنا بجتهد في فكرة، سيبني، نجحت النجاح لك، فشلت الفشل عليا خلاص، هعمل إيه يعني؟ لا بس هل ممكن أنا إذا عندي قضية موضوع مبدأ يعني أرمي الورقتين تحت وموضوع فلسطين فيهم لمجرد شفت مظاهرة هتفت ضدي؟ يا حبيبي لا، كان الكلام عنه كامبين ضخم جدا، يا لهوي